بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبدأ في شابتر جاسترو انتستن تراك جي اي دي او ديجستيف سيستم. هنشرح السوفيجاس، بعدين نخش عليه ستومك والانتستن السمول واللارج. تمام. كستراكشر عام للجي اي دي بالكامل، تركيبة الجي اي دي من الداخل الى الخارج كالآتي: عندك طبقة من الداخل اسمها ميوكوزا، طبقة اسمها ميوكوزا، الطبقة هي فيها ابيثيليوم سيلولار لاير اللي هي الابيثيليوم، تحتها في كونكتيف تيشو اللي هو اللامينا بروبريا، بعدها في حاجة اسمها ماسكولارس ميوكوزا اللي هي سموث ماسلز خاصات بالميوكوزا. طبعا هيك هنا تلقى في كونكتيف تيشو تاني كبير اللي هو سب ميوكوزا، الطبقة اللي تحت الميوكوزا، تقدر تميزها بينها وبين اللامينا بروبريا ان في طبقة عضلات رقيقة اللي هي ماسكولارس ميوكوزا فاصلة بينها. بعد الصب ميوكوزا حتلقى في ماسكولارس اكسترنا، بصفة عامة ان جنرال حتلقى الانر سيركولار، يعني حتلقى واحدة انر سيركولار والتانية لونجيتودينال، انر حتلقاها سيركولار واللي برا اللي هي اوتر لونجيتودينال، طبعا الزوز سموث ماسل فيما عدا الاسوفيجاس فيه استثناء. تمام. في جزء منه اللي هو العلوي كله سكيليتال ماسلز، واللي في الوسط مخلط سموث وسكيليتال ماسلز. طبقه يا اما تكون خارجيه كونكتيف تيشو حتى يا ادفنشيا يا سيروزا. تمام. ادفنشيا لو كان كونكتيف تيشو بس. تمام. كونكتيف تيشو في العاده الادفنشيا حتلقى الاورجن لاصق في الاورجن الثاني او التيشو لاصق في التيشو الثاني، فما فيش مجال انك انت تغطيه بابيثيليوم. تمام. فيقعد كونكتيف تيشو بس ولاصق في الاعضاء المجاوره لي، فهذه الحاله شو تسماها ادفنشيا. لو في حاله انه هو متغطي بريتونيوم او ما الى ذلك زي بعدين في الانتستن تقدر تسميه سيروزا، بعض المناطق تسمى سيروزا اللي هي مغطيه بابيثيليوم، بعض المناطق اللي مش متغطيه تكون لاصقه في اورجان سموها ادفنشيا. تمام. كتركيبه عامه قلنا لو نبدا بالاسوفيجاس، الاسوفيجاس نبدا باول حاجه بالميوكوزا، طبقه الميوكوزا اللي هي كلها طبقة هي اللي هي الميوكوزا، تكون من ابيثيليوم اللي هي عبارة عن ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، التعمني بتاع الاسوفيجاس عبارة عن ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم نون كيراتينايز، يعني مش زي السكن، يعني مش حتشبه حاجة اسمها ستراتم جرانيولوزم هنا او اليوسيدو او ما الى ذلك، لا حتلقى خلايا لوطة كيلومنر بعدين بيقول لك كيوبويدل بيقول لك يولوا سكويموس، ما فيش جرانيول صديقه بتاع كيراتو هاي لاين وما الى ذلك. تمام. تلقى ستراتا سيرتيفايد سكويموس ابيثيليوم تعمني بتاع الاسوفيجاس، تحتها حتلقى في كونكتيف تيشو لوز كونكتيف تيشو جاي من بلود فيزلز. تمام. اللي هم كابيلاريس الجاد، بعدها حتلقى فيه طبقه من العضلات، تحت طبقه العضلات تلقى فيه كونكتيف تيشو غليظ اللي هو اللي اسمه صب ميوكوزا. تمام. اسمه صب ميوكوزا، مرات تشد معاك انت في صب ميكوزا تشبه صب ميكوزا البلكسس، حتلقى مرات صب ميكوزا البلكسس. تمام. اللي هي ميزنرز بلكسس. تمام. صب ميكوزا البلكسس اللي هي ميزنرز بلكسس، مرات تلقى جلاندز كذلك اللي هم صب ميكوزا جلاند. طبعا صب ميكوزا الجلاند هنايا كاركترستكس. تمام. يعني في الاسوفيجاس المميز فيه سيرتيفايد سكويموس ابيثيليوم هذا في الجي اي تي، وان عنده صب ميكوزا الجلاند، ان عنده خيرة عند صب ميكوزال جلاند. تمام. ستومك ما عندهاش صب ميكوزال جلاند. تمام. اذا مميز في الاسوفيجاس عنده صب ميكوزال جلاند، حنوصل في الديودينوم حنقول لك عنده صب ميكوزال جلاند، سواء اذا عندنا احنا حاجتين عندهم صب ميكوزال جلاند، الاسوفيجاس والديودينوم. الديودينوم اللي هو اللي جزء من سمول انتستين اسمها برانرز جلاند، اسمها برانرز جلاند، هي اسمها اسوفيجيال صب ميكوزال جلاند، حنلقاها في سب ميكوزا. تمام. تحت السب ميكوزا في طبقة عضلات اللي هي الماسكولاريس اكسترنال، ماسكولاريس اكسترنال هتكون الداخلية انر سيركلر دائرية والاوتر لونجيتودينال حسب السكشن انت، ما انت اشبه القصة هنا لو هي جاتك قصة ستوى حتلقاها دوائر دوائر لونجيتودينال وهي تلقاها بالعرض او العكس، يعني حسب القصة بتجيب، لكن انت ديما حتلقى الانر سيركلر والاوتر لونجيتودينال. تمام. هذا على صعيد الاسوفيجاس. ادي سلايد من ديفيوري
اعتقدش هتجيك لان هي مرسومه رسم. تمام. الطبقه الخارجيه هي او الطبقه الداخليه هي عباره من الابيثيليوم ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم بتاع الميكوزا، تحتها بالضبط هي كونكتيف تيشيو اللي هو لامينا بروبريا. تمام. مرات تلقى ليمفاتيك نوديولز، ما يهمنيش الكلام، هو تشد معاك مرات ما تشدش معاك. تمام. تحتها بالضبط فيه ماسكولاريس ميكوزا، طبقة رقيقة هي اللي هي ماسكولاريس ميكوزا. تنزل اللوطة انت الفاصل ما بين اللامينا بروبريا والصب ميكوزا اللي هو الماسكولاريس ميكوزا، فهذه كلها صب ميكوزا. لو تلاحظ في دوائر، دوائر بيض، هما الدوائر هما كلهم صب ميكوزا جلاندز، صب ميكوزا جلاندز. هما وظيفتهم انهم يفرزوا الافرازات اللي تطلع للابيثيليوم من برا باش تخلي اليومن رطب، باش تخلي اليومن رطب. ما صب ميكوزا السفجية جلاند، وانت تلقاهم صب ميكوزا. تمام. به تلقى ثاني، تلقى مرات تشد معاك في نيرفس مش باين، انا مش راسم هو نيرفس، راسم اديبوس تيشيو. مرات تشد ميز، تلقى ميزنرز بليكسس اللي هي صب ميكوزا بليكسس. به والجلاندس تحت الصب ميكوزا فيه ماسكيلاريس اكسترنا اللي لط اللي داخل هي سيركيولر، واللي برا الاوتر لونج سيدنر. وانا برا بكل هنا رسم لي سيروزا. طبعا هنا انت تقول لي سيروزا لو لقيت ابيثيليوم سمبل سكويموس زي هو. وين نلقاه هنا في الاسوفيجس؟ هذا الاسوفيجس لما يتخطى الديافرام، لما يتخطى الديافرام تمام، يعني يخش في جهه الابدومين، الزوز سانتي هذوكايا متغطيات بسيروزا بينما كلها ادفنشيا. تمام. نفس الكلام زي ما انت مقرب الصوره، هذه ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم بتاع اسوفيجاس لامينا بروبريا باي في كابيلاريس. هذه صب ميكوزا جلاندز، هذه صب ميكوزا تحت السموث مصل هي بتاع الماسكولاريس ميكوزا، هذه صب ميكوزا. عندي صب ميكوزا جلاندز بالمنطقه، هتلقى صب ميكوزا جلاندز اللي هي عباره عن اسيناي. اسيناي هي هتلقاها باهته في اللون، هتلقى الدكتس لونهم ذاك اللي هم الاكسكريتوري دكتس بتاع منين؟ بتاع سب ميكوزا جلاندز. تمام. عارفين علاش دوائر؟ دوائر لان اصلا الدكت لو بتطلع مش هتطلع طول، هتطلع لافه، فهتلقى في دوائر، هتلقى فيه شنو؟ دوائر طوليه زي توك قصجتها بالعرض بنشد معاك في الدكتس هم كله. تمام. زي ما انت راسم لي هنا هي موسكولارس اكسترنال، هذه رسمة حبانية لكن مش مصبوغة بالهيماتوزايلين والإيوسي. تمام. مصبوغة بحاجة اسمها كارمين وما مش عارف صبغة كيف خالفة. تمام. فباش بوريك ال باش بوريك الجلاندز هنا تونجول كلامها. عندي هنايا ابيثيليوم ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. شنو المانع اللي يخليني، شنو المانع اللي يخليني ما نقولش سكن؟ علاش ما نقولش سكن هنا؟ ترى السكن عارفين ان في عنده خمس طبقات، بيزال وسباينوزم وجرانيلوزم واليوسيدم، ويبانوا ويبان الاختلاف بتاعهم. لكن هنا لو تلاحظ طبقة بيزال لوطا دارك باقي كلهم نفس اللون، صح ولا لا؟ وين الجرانيلو؟ ضروري حتى ولو في خط رقيق ما فيش ولا دلالة ان في ستراتم جرانيلوزم هنا. اذا هو الابيثيليوم ميوكس، صح ولا لا؟ اذا انا عرفت ان هو داخل في اورجان داخل جسم من الاحشاء. تمام. من اللي عندي ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم زي توه عندي الاسوفيجاس. تمام. من عندي؟ عندي الاسوفيجاس. تمام. اذا انا عندي هنا الميكوزا بتاع الاسوفيجاس، الميكوزا هي عندي ابيثيليوم اللي هو ستراتيفايد سكويموس، عندي لامينا بروبريا هي اللي هي سيلولر فخلايا. تمام. يعني يمكن يكونوا ليمفوسايتس، يمكن يكونوا ماكروفاج، نيوتروفيلز، الخلايا الدفاعية بتاع كونكتيف تيشيو، تلقى فايبروبلاست، هذا كله مش حيأشر لك لأن ما نظبطهمش، ما فيش حد حيظبطهم من التكبير هو، ضروري ما فيه شريحة أوضح أكثر باش ينزل عليها بالمجهر يشبعها. تمام. إذا الطبقة هي لامينا بروبريا فيه هنايا كابيلاريس هما الدوائر هما. تمام. دوائر هما بلود فيزلز كاتب عليهم هو. نقطة بكل بدل ما في ابيثيليوم لامينا بروبريا طبقة هي كلها ماسكيلاريس ميوكوزا، ماسكيلاريس ميوكوزا اللي هي سموث مصر. تمام. سموث مصر. ف
في شوية كابيلاري بيناتهم. تمام بقى، اللي على اليمين هي اللي هي هنايا نفس الشريحة، تمام، لكن هنا مكبر الشريحة هو، لكن هيا واخدها شني زوم اوت مؤخر شوية باش يوريك طبقات بالكامل. باهي هنا موريني ميوكوزا، بس اللي صار هنا موريني ميوكوزا صب ميوكوزا ومسكيلار سيكستير. هذه الميوكوزا، هذه الابيثيليوم ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم نون كيراتينايزد، هذه لامينا بروبريا اللي هي معبيه خلايا مور سيلولار معبيه كابيلرز، تحتها ماسكيلاريس ميوكوزا، هنا صب ميوكوزا الجلاند، والكاركترستكس بتاع الشريحه هي الجلاند اللي هي صب ميوكوزا الاسفجيه الجلاند. طبعا بحكم ان هي الصبغه مش هيماتوزايلين يوسين، فحتلقى اللون بتاع الجلاند هنا شني احمر على غير العاده، فرح يبان قبل لما تكون معبيه ميوكوس يكون لونها بيل او لونها ابيض. علاش؟ لان المخاط حيطلع مع بريبريشن في الشريحه، تمام، لكن هنايا قعد اللون، هنايا قعد اللون، احنا صابغينها طريقه ثانيه. هذه سب ميكوزا اسفجيال جلان، تمام، هذه السكرتوري بارت الجزء الافرازي، تمام، وهذا الجزء الاخراجي، هذه الدكت، تمام، وهذه الدكت، تمام، بحكم ان هم صبغوا الميوكوس فهنا حتى هو جزء منه مفروض صاير فيه افراز مصبوغ حتى هو. هذه الدكت اوف سب ميكوزا جلان اوف اسوفيجس، تمام، هذه دكت اوف سب ميكوزا جلان. نقطة في عندي ماسكولاريس اكسترنال، هذه الشريحة واخدة الاسوفيجس تقريبا بالكامل، يعني اليومن بالكامل. لو تلاحظ ان اليومن بتاعها مطبق، تمام، مطبق، علاش؟ لان في قدامه تريكيا، في قدامه تريكيا اللي هنا تتنفس منها، تمام، هو مطبق. لما يصير فيه انجشن ابتلاع للطعام حيمشي الفود خلال اليومن، هو حيستاسع اليوم، تمام، بحكم الضغط بتاع الماكلة. سهلة الشريحة، الطبقة هي طبقة ابيثيليوم، تحتها شوية فيه كونكتيف تيشيو بالمصل، إذا الطبقة هي ميوكوزا، لو اشتدي عليها نقول لها ميوكوزا اوف اسوفيجس، تمام، شريحة الاسوفيجس هي شريحة الطبقة هذه اسوفيجس ميوكوزا. تحت الميوكوزا في طبعا عندي شيء صب ميوكوزا، إذا الكونكتيف تيشيو هو كله صب ميوكوزا. بقى شو المميز في صب ميوكوزا؟ هي هذا الدوار. بقى اول حاجه عندي جلاند هنا، عندي جلاند هنا، تمام، عندي دكت، هي عندي دكت، دكت اما كلهم. بقى اما كيف عرفتهم دكت؟ لانه ما فيش كبير يحتاج بالحجم، هو من التكبير هو، تمام، جنب الجلاند اصلا، هو جنب الجلاند، فهذا الدكت بتاع الجلاند، وهذه جلاند، هذه صب ميوكوزا الجلاند. بقى تبع صب ميوكوزا، تبع تبع تبع، يمكن هذه لينف نود، لينف نوتيول، به تبع ثاني، هذه سب ميوكوزا الجلاند حتى هي ميوكوس، به هذه كلها سب ميوكوزا، تبع لينف نوتيول، به هيك ماشي، فيه حاجه مليحه في الشريحه. اذا لو بيأشر لي هنايا عندي سب ميوكوزا الجلاند، لو أشر لي هنايا نقول له سب ميوكوزا، هذه الميوكوزا، به هنايا هذه شنو هي؟ هي كلها ماسكيلاريس اكسترنا، هذه كلها ماسكيلاريس اكسترنا، تمام، ماسكيلاريس اكسترنا، طبعا البعد هو اللي داخل، طبعا هذا الفاصل بيناتهم، تمام، هنا الفاصل لو الشريحه فيه من هاي ماجنيفيكيشن، فيه تكبير اكثر، حتلقى فيه تشد معاك في نيركس هنا بتاع ميني بتاع الماينتريك بلكسس الاورباخ، لكن بما انها هي من التكبير هو فاحسن لك لو اشر لك هنا تقول له سيركولر، لو هنا لو بتدنا تموت وسط هنايا ادفنشيا، تمام، شريحة ثانية من الاسوفيجس، عندي هذه كلها سب ميوكوزا، عندي طبقة هي اللي هي الابيثيليوم ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم نون كيراتينايز، معلش كيراتين قلنا ما فيش طبقات اللي في السكن، تمام، تحتها بالضبط في كونكتيف تيشيو بالعادة حنسموه لامينا بروبريا، تحتها بالضبط فيه طبقة مصبوغة ادكن، ادكن لان هي في فايبرز هلبة من المصل، اذا هذه شني؟ ماسكيلاريس ميوكوزا، هذه ماسكيلاريس ميوكوزا، تحت ماسكيلاريس ميوكوزا من المنطق شن في عندي؟ صب ميوكوزا، كونكتيف تيشيو هو صب ميوكوزا، اللون هنا ولا ادكن، فيه نيوكليوس نيوكلياي هلبة، تمام، هذه شني؟ هذه ماسكيلاريس اكسترنا، ماسكيلاريس اكسترنا، تمام، هذه اللي داخل انر
سيركلر وهذه الاوتر لونج دينر وهذه ادفنشيا تمام. هنايا شو داير؟ داير نجوم هنايا مش عارف هل يدققوا عليها ولا لا. الفكره هنايا اساسا اللون هو ادكن استحاله يعني يركزوا عليها، لكن موريك هنايا على الجنب الصوره مكبره، لو كبر لك اذا تو جاب لك الشريحه جاب لك التكبير هو معناته ان انت مطالب به. هنايا موريك هنا الطبقه هي سموث مصل، هنا بيوضح لك ان الطبقه هي سموث مصل وان الطبقه هي سترايتد مصل سكيلتال مصل. اذا هذه وهذه سكيلتال مصل تمام اللي ادكن فيها البانويه، هذه ميني نيوكلياي وهذه فيني سموث مصل. لان احنا عارفين السافيكس في منها ثلاثه اجزاء، الجزء العلوي الثلث العلوي سكيلتال، الاوسط ميكسد، هذا على الارجح ميكسد اذا هو الجزء الاوسط، في الثلث السفلي اللي هو كله سموث مصر تمام. لكن مش حيركز على الشيء هو اعتقد، يعني لو جابها لك شريحه لو جاوبت لمسكلار 16 بارك الله فيك حيفرح فيكم. شريحه ثانيه تمام. الطبقه هي اللي فوق ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم تمام، نون كيراتينايزد. اول حاجه اذا هي نون كيراتينايزد بح، هذه مارك ليا ستراتيفايد سكويمس تعدد الطبقات، ما فيش طبقات تاع سكن، هذا كونكتيف تيشيو لامينا بروبريا تحته في عضلات، فيه عضلات متبعثره تحت كونكتيف تيشيو هو سماها ماسكيلارس ميكوزا تمام. تحت بالضبط ماسكيلارس ميكوزا في كونكتيف تيشيو ثاني شو بنسميه سب ميكوزا، تلاحظ في هنايا شني جلاندز، في هنايا جلاندز اذا هما سب ميكوزا جلاندز. شنو عندي انا في الشرايح؟ تركيبه زي هي سبتيفايد سكويرمس ايثيريوم نون كيراتينايز، معلش كيراتين فيه عضلات في كونكتيف تيشيو وتحتها جلاندز مني الاسوفيجس، اذا هذه سب ميكوزا اسفنجيال جلاند، هذه الدكت تاع الجلاند، الدكت هي كملت كملت جت قصتها مره ثانيه هنا، اذا حتى هذه الدكت تاع الاسفنجيال جلاند تمام. ماشي هنايا واخذ شريحه على جنب صوره واخذ مقاس من اللوطه، هنا يوريك اساس ان هنايا هذه سموث مصل هذه سترايتد مصل، هذه سترايتد وهذه سموث، هذه سترايتد سترايتد. طبعا سترايتد لو تلاحظ هذه كلها فايبر في نواه هنا ونواه هنا، هذه فايبر في نواه هنا 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 تمام، بينما سموث معبوجه في بعضها، هي سموث معبوجه في بعضها تمام. بيوضح لك الاكثر الاخر الاخر، هذه سموث مصل تمام. هذه شني؟ هذه كابيلاري، هذا ثاني في ار بي سيز تمام، هذا اعتقد نيرف، هذه ميزدرس بلكسس، هذا نيرف، هذا اعتقد نيرف حتى هو لان هو باهت فسط الانميه بتاع شوان سيلز باهت، لكن في حتى شويه كابيلا لان في شويه ار بي سيز يعني هذه وهذه 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 تمام. ده الشيء اللي هنا نقوله ميزنر ولا عفوا نقول ميزنر ثاني ماينترك بلكسس ثاني في سموث مصل ماينترك هي ماينترك بلكسس والماينتر او الاورباخ بلكسس اللي هي نيرف، هذا نيرف تمام. يقول لها شي ميزنرز، ميزنرز في السب ميكوزا تمام، هذه ماينتر بلكسس فهي جايه بين تو ماسلز ماينتر بلكسس اورباخ. شريحه ثانيه حتى هي مش مصبوغه بالهيماتوسايلين نيوسيد، مصبوغه بحاجه اسمها مالوري تمام. هنا بوضح لك ان هذه السب ميكوزا جزء هو كله بيوضح لك ان هذه ميكوزا، هذه سب ميكوزا، هذه كلها واضح ان هي طبقه عضلات الحم، اذا هذه شنو ماسكيلاريس اكسترنا واللي برا هي كونكتيف تيشيو فاست، هذا اعتقد فين تمام، كونكتيف تيشيو اعتقد ان هو فين كبير تمام. اذا هذه شنو ادفنشيا بس، هذه واخذ لك سلايس من هنايا، هذه الابيثيليوم تاعها ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم تمام، تحت اللامينا بروبريا تحت اللامينا بروبريا ماسكيلاريس ميكوزا وقفت لعند هنا، اذا هو وراني الابيثيليوم بس، هذه ماسكيلاريس ميكوزا هذه لامينا بروبريا تمام، هذه الابيثيليوم. شريحه ثانيه الاسوفيجس، هذا اليومن بتاع الاسوفيجس، هذه الابيثيليوم بتاع الميكوزا اللي هو ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم تمام، تحت هذا كونكتيف تيشيو اللي هو اللامينا بروبريا، بعده فيه ماسكيلاريس ميكوزا الطبقة العضلية هي، هذا كونكتيف تيشيو ثاني معبي جلاندس معبي جلاندس ودكتس
إذا هذه سب ميكوزا وهذه سب ميكوزا الأسفجية جلاند، هذه سب ميكوزا الأسفجية جلاند، هذه سب ميكوزا الأسفجية جلاند. بعدها في طبقة عضلية، الطبقة العضلية هي شو اسمها؟ بما إن هي برا ماسكيلاريس إكسترنال، ماسكيلاريس إكسترنال. نفس الشريحة ساد نزل لوطة باش يوريك، هذه ميكوزا كلها سب ميكوزا، هذه ماسكيلاريس إكسترنال، هذه الإنر سيركلر والأوتر لونجيتيدينال، أوتر لونجيتيدينال. هذه سب ميكوزا الاسفجيال جلاند، هذه دكت، هذه دكت، تمام. نفس الشيء هنا سب ميكوزا الاسفجيال جلاند ابيثيليوم ماسكيلاريس ميكوزا سب ميكوزا ماسكيلاريس اكسترنال، تمام. خشوا دوا في استمر.